أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور حديثنا في هذه الحلقة المسجلة عن موضوع في غاية الأهمية موضوع الشفاء لك عايشين إحنا في عصر عم تكثر فيه أمراض وأنواع أمراض كثيرة ومن خلال البرامج عم نشوف أن الله بيتعامل مع نفوس كثيرة بنسمع عن اختبارات شفاء ونشكر ونمجد الرب والبعض الاخر بيتساءل طيب ليش انا مش عم بشفى؟ هل اراده الله الشفاء؟ هل رغبه الرب الشفاء؟ وهل له القدره على الشفاء؟ طب وكيف اتمتع بهذا الشفاء؟ وشو المطلوب مني حتى اشوف استجابه الصلاه او اشوف انه فعلا الله عاوز يتواصل يتفاعل يتعامل معي في موضوع الشفاء كما ذكرت أن هذه الحلقة مسجلة لكن معنا المرشدين اللي وراء الهواتف أو السكايب فيك تتواصل معنا خلال الحلقة إذا عندك أي طلبة صلاة ولا سيما احتياج للصلاة إذا عندك طلبة معينة مرض معين ظرف صعب معين أنا بشجعك أنك تتواصل معنا، إخوتي وأخواتي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أعزائي المشاهدين أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور حلقة مسجلة أنا بشجعك أنك تتواصل معنا على أرقام الهواتف الموجودة أمامك وحديثنا عن الشفاء لك يسرني أن أستضيف إلى هذا البرنامج ضيف غالي وعزيز وصديق أيضا القس جرجس حليم راعي كنيسة أنهار الحياة أكيد كلكم بتشوفوا برامجه على القنوات الفضائية أهلا وسهلا أخ جرجس أهلا بك أخ نزار فرحان كثير انك تكون معنا في هذه الحلقه. انا شرف لي ان انا اكون موجود في نور لجميع الامم. وهذا شرف كبير لنا. موضوع الشفاء وانت طبعا اكيد بتتكلم من خبره كراعي كنيسه كنيسه انهار الحياه بتشوف كل نوعيات الناس وناس عندها امراض بنشوف انه البعض بيشفى والبعض يعني كما يبدو او يظهر انه لا يشفى فخليني اسال على قصيره من البدايه هل اراده الله هل مشيئه الرب الشفاء؟ هو السؤال ده محوري جدا واساسي في الموضوع كله ولو قدرنا اننا نحط اساس سليم حسب كلمه الله ده بيخلي الامور بعد كده سهل اننا نشوف ونستقبل من الرب. هل مشيئه الرب الشفاء ام لا؟ علشان اجاوب السؤال دوت محتاج احط اساس وافهم عمل الرب يسوع. عايز اقرا مثلا ايتين في انجيل يوحنا والاصح الرابع وعدد 34 مم. الرب يسوع قال ان طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني واتمم عمله مم. يعني كان هدف قدام الرب يسوع وهو على الارض كده انه يعمل مشيئه الاب مم. فنقدر نعرف مشيئه الرب ازاي اننا نشوف الرب يسوع كان بيعمل ايه على الارض واللي كان بيعمله على الارض دوت بيشهد عن مشيئه الذي ارسله اللي هو الاب مم. السماوي فبنشوف زي ما كنا بنقرا من شويه زي كان بيطوف بيقول بيشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب زي ما كان مكتوب في انجيل متى اصحاح اربعه فالرب كان بيخرج الشياطين بيشفي المرضى بيكرز ببشاره الملكوت فهي دي نقدر نقول ان ده مشيئه الاب السماوي <applause> كمان في انجيل يوحنا والاصحاح الرابع بيقول الحق الحق اقول لكم لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا م. إلا ما ينظر الآب يعمل لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك أيضا آه. أيضا م. ده معناه إيه؟ إنه الرب يسوع وطبعا هو مساوي للآب في الجوهر وكل حاجة لكن وهو واخد الجسد وهو في التجسد على الأرض كان جاي يعلن مشيئة الآب م. وكان يقول كده إنه انا ما بعملش اي حاجه من نفسي انا اللي بشوف الاب يعمله يعني دلوقتي كده لما بنشوف انه شفى الابرص لما بنشوفه انه اقام العازر لما بنشوف انه شفى اي شخص من المجانين فيهم الاروح الشريره كان بيشوف الاب يعمل ايه وبيعمل زيه فكانه الرب يسوع بيجي يعلن مشيئه الاب كابن الانسان طبعا لانه في انجيل يوحنا على فكره 26 مره مذكور انه جاء ليعمل مشيئه الذي ارسله مثل ما ذكرت حضرتك يوحنا الاصحاح الرابع والاصحاح الخامس وموجود في الاصحاح السادس وهكذا في بشاره يوحنا بتتكرر الايات انه جاء ليتمم مشيئه الاب وكمان اللي عاوز اسال اضيف انه في العهد الجديد خدمه يسوع انه كل شخص اجل عنده شفاه بالضبط وده سؤال احد الاسئله انه انه انا عايز اعرف مشيئه الرب الرب بيشفيني ولا عايز يشفيني ولا لا اقدر ان انا اسال نفسي السؤال دوت هل يسوع كان بيعلن الرب يسوع المسيح كان بيعلن مشيئه الله الاب نعم. نعم طيب سؤال زي ما حضرتك قلت كده عايز اسال المشاهد كم حاله نشوفها كده كم حاله حصلت انه شخص اتى للرب يسوع وقال له للرب آآ لا آآ اصل مش بالظبط كده انك المفروض تشفى اصل يمكن في موضوع تاني اصل الرب عايز يأدبك أصل, اصل 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 امور كتيرة ممكن م. الانسان يخرج بيها بنات استنتاجات م. لكن انا عايز اعرف مشيئه الله الاب اشوف كم حاله أتت إلى الرب يسوع والرب رفضها أو قال لها لا أو مش دلوقتي أو بعدين أو حتى الحالات آسف أقطع حضرتك لكن حتى الحالات أنه في وقت يبدو أن الرب يسوع كانه في البدايه كده انه ما كانش مهتم انه يشفي زي المراه الكنعانيه مثلا مم. انه لا 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 الكلام ده مش ليكي خليها لل, لل... لخراف لل... إسرائيل. اسرائيل لكن انت يعني زي مثلا الكلاب تعبير كده كان مم. بيستخدم مش عشان الرب بيقلل منها لكن ازاي انه ده شخص زي الكلب اللي في البيت اللي الحميم وكل حاجه بس كان الرب كانه بيزق ايمانها مم. هل انت هتشكي في مشيئه الله ولا لا وده اللي فعلا بتشوفه ان الرب ما طوبش حد زي المرأة الكنعانية إن لو ما شفتش في كل إسرائيل حد عنده إيمان إيمان يعني مم. إيه كان هنا إنه واحدة كانت واثقة إن مليون في المية حتى لو انت يا رب مم. في وقت بتقولي كده انه لا آه الشفاء مش لابنك وده لناس ثانيه وكده لا انا عندي مصره مصره, مصرّة وعندي يقين بكل تاكيد انه انا هاخد ده, ده ده الشفاء ده حتى بالنسبه انك تشفيني ده زي كانه حد بياخد من الفتات ده اقل حاجه عندك انك هتديني بس هتشفيني يعني هتشفيني وعزيزي المشاهد احب ان انا اوجه لك هذا هذه الرساله انه هل عندك الـ الروح وعندك الـ القلب انك تقول كده يا رب مش هسيبك لن اطلقك لم تباركني ناس كتيرة أخ نزار ناس كتيرة بتبتدي تصلي وتقول كده أنه آه يا سلام لو الرب يشفيني ويا رب يا ريت علي وكده لكن بنشوف الناس اللي بتاخد من الرب الكتاب بيقول أنه ملكوت الله يخصب والغاصبون يختطفونه يعني الرب عايز يشوف الناس عندها استعداد أنه مش حسيبك يا رب أنت لازم ليه هل ان انا كاني بلوي دراع الرب او ان انا عايز اغير مشيئه الرب؟ لا، بس لاني عندي ثقه يقين في محبه الرب قد ايه الرب بيحبني وطبعا لابد انه في ايات اللي تسند الكلام لانه اراده يسوع فعلا انه يشفي طبعا بنشوف مثلا في اعمال الرسل والصح العاشر وعدد 38 الايه مم. الجميله اللي بتقول كده انه الرب يسوع اللي من ناصرة مم. كيف كان يقول يصنع يش يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس مم. لانه الرب مسحه بالروح القدس مم. والقوه ولأن الرب معه. ده معناه ايه؟ مم. انه حياته كان بتشهد، بطرس كان بي في, في الايه دي بيلخص ارساليه الرب يسوع انه كان بيصنع خير مم. ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس، فده كان اعلان عن مشيئه الله هل اراده الرب بالشفاء؟ نعم. مم. ودي نقطه مهمه جدا انه لازم اعرف انه مشيئه الرب مليون في الميه انه مم. عايز يشفين مليون في المئه عزيزي المشاهد الرب عايز يشفيك ولما صرخ الاعمى يا ابن داود ارحمني سألوا يسوع ماذا تريد ان افعل بك قال له يا سيد ان ابصر وفعلا رد له البصر والبصيره لانه هي كانت اراده يسوع المسيح والايه بتقول كمان انه انه كان يشفي كل مرض وكل ضعف م. انا عايز اسال نفسي السؤال هل كلمه الله فيها مبالغه فيها شويه تحبيش كده ولا هاخد الكلمه واثق فيها انه حرف من الكلام دوت ما فيش ما فيش اي الرب بي الرب مش محتاج يبالغ الرب بي بيقول الحقيقه كما هي لما بيقول كان في كل مرض وكل ضعف في الشعب انا محطوط قدام خيارين يا اما اقبل الكلمه دي كما هي يا إما أن أنا أحاول أخرج منها وألاقي أعذار ما يمكن قصده ما يمكن ما يمكن ما يمكن م. فالنقطة الأولى بنشوف أنه الرب يسوع هو المراية هو اللي م. بيعلن بيعلن مشيئة الله الآب أي حاجة عايز أعرف مشيئة الرب فيها بشوف الرب يسوع عمل إيه وبكل تأكيد دائرة الشفاء والأبرص لما جاء ليسوع قال له أريد أريد فطهر بالضبط ده يقودني لقصة حضرتك فتحت موضوع في ده في انجيل متى نقرا الايه دي القصه بتاعت الابرز دي محوريه جدا مم. بشوفها في وجهه نظري بتحضل. ليه؟ لانه إي إي لو واحد بيقرا الكتاب المقدس مثلا الاناجيل بطريقه كده سيستماتيك مثلا من البدايه اول انجيل بيقراه هو انجيل متى انجيل متى لما تقرا حضرتك انجيل متى كده اول معجزه مش اول معجزه عملها الرب يسوع مم. لكن اول معجزه تقراها عن شخص الرب شفاه كان القصه اللي حضرتك شاركتها اللي هو هذا الابرص اللي نقراها في انجيل متى لانه الأبرز دي حاجه مهمه جدا ليه حاجه في القصه بس القصه كانت او الدرس اللي بنتعلم منه من خلال القصه دي ان الرب كان بي بيتعامل مع هل الرب يريد ام لا اول قصه شفاء تذكر في الكتاب المقدس في انجيل متى الاصحاح الثامن كانت هذا الابرص م. وكانت بتجاوب عن هذا السؤال كان الرب عايز يقول لي وانا ببتدي اشفي وانا بتحرك اول حاجه انا عايز احسم الموضوع دوت هذا الموضوع عزيزي المشاهد لازم يحسم لازم يحسم جوانا هل تريدني يا رب كده ان انا اشفى ام لا الرب قال له اريد م. فاطهر اريد وأنا بصلي النهارده وأخ نزار أنت بتصلي معايا النهارده إنه الناس تسمع في قلوبها كده صوت الرب كده اللي بيجاوب مم. على هذا التساؤل مش مجرد تعليم بنقوله لكن كلمة تصل لكل قلب مم. ترفع الإيمان إن الرب بيقول لك أريد فأطهر أريد أنا عايزك تشفى يا والرب يسوع مش محدود حتى في نوعية الشفاء كان بطاهر الأبرص في معجزات قوات يعني بيمشي على المي تكثير الخبز تحويل الماء إلى خمر كان يشفي كل ضعف كل مرض كان أحيانا بيلمس اللي بيلمسه بيشفى أحيانا بيضع يده مرة مع الأعمى تفل وصنع من التفل طين بكلمة بكلمة يعني مش محدود في في أسلوب أو طريقة المهم أنه خرجت قوة من يسوع المسيح للشفاء أمين وبالنسبة للأبرز ده في نقطة أساسية لانها انا بحس ومن من لما بشوف في, في ظروف ناس كتيره قصه إيه شفاء الابرص انها تتذكر في في انجيل متى في بدايه إيه سلسله قصص الشفاء واختبارات الشفاء الابرص مهم جدا بعد العظه على الجبل بالزبط. او لما نزل كده من الجبل بيقول مم. بعد لما نزل كده لانه ده كان قريب حضرتك طبعا تعرف احسن مني ازاي انه كان في في الحته دي ميه مخصوصه كان بيه البورس كان بيتجمعوا ناحيتها وكده لكن عايز ارجع لقصه انه اتذكرت عن شفاء أبرص ليه لان الأبرز دي قصة مهمة جدا الأبرز ده حسب الشريعة والعهد القديم بنعرف انه ده دايما في علاقه بين الخطيه وبين البرص ودايما الكتاب كان بي بي بيتكلم ازاي انه دي نوعيه من الناس انجاز التعبير نقول دايما بتحس بالذنب دايما عندها احساس كده ان اللي انا فيه ده بسبب خطاياي ما يمكن اللي انا فيه دوت ربنا بيقدمني بيعمل كذا وكذا مم. فانا بحصد نتيجه الماضي مم. وعشان كده لو في اي شخص بي بي بيستمع النهارده وعنده الاحساس دوت عامل زي الابرص شايف نفسه انه ابرص واحساسه بالخطيه لو انت احساسك بالخطيه كده هو ده اللي مخليك يا ترى الرب عايز يشفيني ولا لا ولا يمكن ربنا عايزني بيادبني عايز ي... انا بجني سمر اللي انا بعمله دوت حاله الابرس ده بتخاطب م. كل شخص في فعشان كده لو انا نظرتي عن نفسي اني عامل زي الابرس وايه يعني؟ م. الرب بيحبك جدا 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 م. الرب زي ما شاف الابرس اللي هو كان كل اتخيل كده معظم اليهود كانوا بيبصوا لاي شخص ابرز كده لانه بيقول دايما كان لازم يقول نجس نجس يقول عن نفسه كده كانه اه ده شخص لازم يكون منعزل منبوذ عن المجتمع اجتماعيا محروم دينيا روحيا من كل الامور ففعلا مثل ما ذكرت يعني بتحليلك انه دايما بيشعر في ذنب انه انا نجس مش مش مثل المجتمع نظره الناس م. نظرتي عن نفسي م. نظره الله عني كل دوت بنشوف عمليا في حياة الناس إن ده بيخنق الإيمان أو بي بيقتل حاجة جوايا إنه الرب عايز يشفيني وتيجي الإجابة أريد فأطهر وهذا بيقودني للسؤال الثاني سؤال كتير كتير مهم أخ جرجس ورح نأخذ فاصل لأنه عاوزك تحكي عن هذا الموضوع بالحقيقة بالواقع إنه في ناس مش عم تشفى ليه؟ فيعني بس ناخذ فاصل قصير واذا انت يمكن بتمر في هذا الوضع في هاي الوضعيه في هذه الحاله انا بشجعك انك تتواصل معنا اليوم ساعود بعد هذا الفاصل القصير أعزائي المشاهدين عم بتشاهدوا برنامج ليكن نور وحديثنا عن الشفاء لك وضيف هذه الحلقة القس جرجس حليم راعي كنيسة أنهار الحياة من تورونتو في كندا في شمال أمريكا أهلا وسهلا مرة ثانية أخ جرجس أنا سألتك سؤال أنه عن في ناس فعلا ما بتشفى لكن خليني بس لأنه أنت ذكرت عن موضوع الشفاء انه هي مشيئه الرب انه الشفاء اراده الرب لكن هل في شيء ثاني اللي بتعبر عن الله انه فعلا عاوز يشفي اه الخص اللي قلته انه الرب يسوع اتى بيعلن مشيئه الاب طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني حاجه ثانيه انه ازاي انه الرب بنشوف بيقول كده للابرص اريد ان ابر فأروم اروم ان تكون صحيحا زي ما الكتاب بيقول كمان في نقطه مهمه جدا عشان يتحط الفاونديشن الاساس ده ويتحسم مره وللابد انه في سفر الخروج صح 15 وعدد 26 بيقول الكتاب الرب بيتكلم مع موسى والشعب بيقول مرضا ما ما وضعته على المصريين لا عليك لاني انا الرب شفيك وأنا الرب شفيك دوت اللي هو يهوى رفي حضرتك تقولها أحسن مني لكن يهوى رفا اللي هو معناه أنا الرب شفيك معنى كلمة أنا الرب شفيك ده أحد أسماء الله وبنعرف في الكتاب المقدس إن الله بيظهر عن عن مشيئته عن شخصيته عن اعماله من خلال اسمائه بيعلن ذاته بيعلن إنه هو القدير القادر على كل شيء انه يهوى نسي الرب نصرتنا واللي بيدينا انتصارات هنا بنشوف انه بيعلن عن شخصه انه طبيعته الشفاء مش انه ساعات عايز يشفي وساعات لا لا ده, هو تكوينه انجاز التعبير هو طبيعته الشفاء انا يهوى رفا انا بشفي لان دي طبيعتي انا اشفي انا الرب الشافي فاذا هي اراده الرب وهي طبيعه الرب آه الشفاء وهذا طبعا بيعطي للنفس انه لما اكتشف من كلمه الله في الكتاب المقدس انه انا مش رقم على الهامش انا موضوع محبه الله الله بحبني الله بيهتم فيي وطبيعته وارادته عاوز يشفيني مليون في الميه لكن نيجي للسؤال للسؤال الثاني اللي طبعا بحير آه. انه فعلا انا بتكلم على المؤمنين اخ جرجس وانت عارف راعى كنيسة في كتير ناس مؤمنين اللي مش عم بتشفى ليه؟ اه إيه. لو انا كلمت نظريات انه الرب بيشفي الرب بيشفي والرب بيشفي وما تعرضتش لحاجة زي كده يبقى انا زي كأني ببيع الهوى او يعني كأنه بقول م. نظريات م. لكن لا الهنا اله حقيقي عايزنا نتلامس معاه وعلشان إيه نخاطب موضوع الشفاء ده فعلا صح لازم اتعرض للحقيقه لواقع الناس فيه انه ليه في ناس مش بتشفى إيه ببساطه هقول رد ممكن يبقى غريب جدا انه ما نقدرش نعرف ليه ليه لانه تقول لي يبقى خلاص يبقى يعني يبقى احنا بنضحك على الناس او كده او نستسلم وخلاص آه. وكان الله بالسر عليم في حاجة أنا اختبرتها واختبرناها في الكنيسة في عملت فرق كبير في حياتنا، لأننا دايماً كنا نواجه حاجات زي كده، ممكن نصلي ونتحمس ونشوف حالات شفاء والرب يمد إيديه بقوة وفي أوقات تانية ما نشوفش. لغاية لما في وقت كده نور قدامي في الآية اللي في تسنية 29 وعدد 29 مبدأ أساسي جداً، الكتاب بيقول أن السرائر لله والمعلنات لنا. السرائر لله. السرائر يعني في اسرار في امور لله والمعلنات لنا وانا محتاج ان انا اقبل هذه الحقيقه دي لان انا لو ما ما قبلتش الحق دوت انا كاني بحط نفسي في موضع الله مشكلة معلنة, معلنة لنا معلنة أولاً. لمين معلنه لنا كمؤمنين انا عندي اعلانات انه الكتاب المقدس بولس مثلا بيصلي وبيقول كده انا بصلي عشان روح الحكمه والاعلان في معرفته الرب عايز يدي اعلانات فاحد الاعلانات ديت انه الرب بيشفي احد الاعلانات انه الرب بيدي الانتصار الرب بيدي النجاح اروم ان تكون ناجحا اراده الله انه سلام الله الذي فوق في اعلانات الاعلانات بمعنى ايه انه مش بقرا حشو او كلام جرايد في الكتاب وعرفت معلومات لكن المؤمن من حقه امتياز انه يجي كده وهو في علاقه مع الله يجي في وقت واكيد كل مؤمن حقيقي اختبر ده انه يجي كده الايه دي اه كان عارفها وحافظها يمكن مدارس الاحد ومن وهو صغير لكن يجي اعلان معين كانه نور نور ينور قدامي كده ان الرب بيشفي وكان الحقيقه دي بقت ممسوكه واضحة كأنها حقيقة نور نور زي ما نور لجميع الأمم نور ينور قدامنا انه اه الصليب دوت ممكن ناس كتيره ياما ياما ناس كتيره مثلا تعرف انه الرب يسوع مات على الصليب وغفر الخطايا وكده لكن في وقت شخص يتقابل مع الرب يسوع يفتح قلبه ويدرك كده ان الصليب ده ده عشاني انا ده الرب يسوع علشاني فهذه هي معنى كلمه المعلنات لنا في اعلانات مم. واحد المعلنات دي ان الشفاء لكن في نفس الوقت زي ما بقبل ان في معلنات لنا ودي لينا لينا كمؤمنين لكن السرائر لله يعني في اسرار ما ينفعش ادي لنفسي الحق ان انا اكون كالله تقول لي ازاي ده بطريقه عمليه كتير قوي مؤمنين بيغلطوا الغلطه ديت انه كانه لازم ابقى فاهم كل حاجه واميل اي حاجه بتحصل حواليا لازم اميل ان انا افسرها ولو انا وقعت في الفخ دوت هقع في حته لانه ده بيتضارب مع كلمه الله انه في اسرار انا مش من حقي يا انسان كانسان ان انا احاول ادرك كل دوت لكن اجي اقف وكده انه في حاجات انا مش عارفة المعلنات انه مشيئه الرب للشفاء لكن في حاجات ما اقدرش اقول ليه فلان ليه فلان اللي الخادم الامين اللي كان مشتعل بالنار اللي كان يمكن بيؤمن بشفاء ال 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 اللي, 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 اللي مع الرب اكتر بكثير من شخص تاني لكن نشوف حصل مثلا انه ما حصلش شفاء حصل موت في سن صغير حصل امور مختلفه جدا في امور كتيره ممكن نفهمها لكن في امور انا لازم ارتاح كده واعرف كده انه في حاجات ابقى مطمن كده يا رب ده مش هيحقق مش هيغير الحقيقه انه انت الطبيب الشافي هي دي المعادله الصعبه ان انا ان انا ما تنزلش مش معنى انه في حاجات انا ما قدرتش ان انا افهمها او استوعبها او افسرها او الاقي ليها تفسير ده معناه انه يلغي. مش معنى انه في شخص مثلا كده إيه إيه مثلا إيه بكل اخلاص وبكل امانه مع الرب، لكن ما ما تمتعش بالنجاح، في في وقت كده ما شافش نجاح الرب، شاف فشل في البيزنس بتاعه، في عمله، في علاقه زوجيه، هل ده معناه انه إيه مش لازم ان انا اقول اه اعمل زي التلاميذ انه لا اكيد ده كان في خطيه او إيه يبقى مشيئه الرب مش شفاء، لازم اقبل انه في حاجات انا ممكن ما ابنيش حياتي ايماني على اختبارات او على الشيء الملموس المحسوس حوالي وابني اختبارة عليه لكن ابني اختباري على, على كلمه الله على كلمه الرب اسوا حاجه ممكن الانسان يعملها في حياته انه يبقى عنده اللاهوت بتاعه او التعليم اللي عنده بنيه انه مزيج ده بيمزج بين كلمة الله بين الحق وبين اللي شايفه اللي عم بشوفه اللي بشوفه النتيجة ان انا خلاص ان انا بترك الحق اللي في الكتاب وبقبل امور تدمر لازم يبقى في قرار لازم يبقى في قرار عزيزي المشاهد انك تاخد قرار وده هو ده معنى الايمان م. احنا مش مدعوين ان انا نكون ناس نعيش بالعيان احنا اسمنا مؤمنين اي شخص قبل الرب يسوع اسمه مؤمن ممن. مؤمن يعني يحيا مش باللي شايفه بالكلمة الله وده قرار قرار اساسي جدا تقدر تاخده النهاردة هل نوي انك تبني حياتك فقط على الصخر على كلمة الله ولا هتبني حياتك على من ده حشو من هنا ومن هنا واخدت في افكار من هنا ولانه ما حصلش في حياتي كده اه يبقى اذا و انت عارف اخ جرجس وطبعا اكيد بتشوفها من خلال خدمتك عبر السنين الكثيره انه اتقياء بحب الرب وعندهم يعني قلب كثير حلو خلاص انا يعني دي اراده الرب انا يعني استسلم لمشيئه الله انا بشكر الله بتعرف على هالاشياء اللي هي تعبير اه عندهم مثلا قوة إيمان في الموضوع ده لكن اللي أنا بحس أو بتلامس من خلال كلامك أن الواحد يستمر بالصلاة ويطالب الله على أساس أنه هذا حق كتابي حق إلهي من, من حقك أنك أنت تطالب فيه زي ما حضرتك بتقول كده لأنه مهم جدا أن أنا علشان أمشي في طريق الشفاء وأشوف الشفاء في حياتي لازم أعدي حاجز م. اسمه أن أنا ممكن أتعصر في ربنا اتعصر بسبب ان انا شفت بسبب اختبارات بسبب امور سمعتها عن حياه ناس لازم اجي باتضاع هو ان انا اقول ان سراء الا الله ده معناه ان انا متضح اقول له رب يا انا مش مش فاهم كل حاجه في حكمه الهيه انا مش يعني أنا مش مدركها اه بس في نفس الوقت الحكمه ما تهزش ثقتي انه مشيئه الرب الشفاء وانا هكمل الشفاء لان هي دي الحته اللي حصلت مع المراه الكنعانيه انها ما اتهزتش كان عندها يقين ان مهما سمعت مهما شافت مهما اي حاجه ده لدرجه اجرؤ واقول انه حتى لو الرب جال بيقول لها كده انه لا الشفاء مش ليكي لا انا واثقه ان الشفاء ليا مش هتعصر في ربنا ودي قصه نتعلمها من يوحنا المعمدان لا وهي حطت الرب تحت الامر الواقع يعني قالها ليس حسنا ان يطرح خبز البنين للكلاب فهي جاوبت بنفس السيف قالت والكلاب ايضا تاكل من بالظبط فتات يعني الاسيان، الـ الـ الفكره انه جاي وفي راسها انه عاوزه تاخذ الشفاء اخ نزار انا نفسي ان انا في كلامي ان انا اكون عملي قوي لانه ده اللي بنشوفه في حياه الناس انه كانه في سايكلز بتحصل ناس تتشجع تقرا في الكلمه اه ده الرب بيشفي وسمعت في اختبارات شفاء او 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 في الكتاب المقدس وتبتدي تصلي وتتحمس وبعد فتره ما تشوفش نتائج وبعد فتره تبتدي تتساءل والشك يجي لها كده ما يمكن ربنا عنده مشيئه تانية ما يمكن رب قصده كذا ما يمكن كذا ويكمل الموضوع انه اسمع مثلا اه ده في فلان ما حصلش الشفاء وكان بيصلي الكنيسه كانت كلها بتصلي عشان فلان وهذا الشخص انتقل او 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 الرساله اللي اصلي من كل قلبي انها تصل انه انت بيبقى ايه رد فعلك؟ عزيزي المشاهد انت بيبقى ايه رد فعلك لما بتدخل في الدوامه دي كلها؟ هل بيتزعزع ايمانك ولا بتتاثر ولا بتستمر بثقه كده حتما سارى مجد الرب مش هتعصر في الرب. وهذا طبعا بيقودني لما طالما انه مثل ما ذكرت حضرتك عن الأسباب يعني ليش في ناس ما بتشفى خلينا أحطها بصيغة إيجابية طب شو هي المفاتيح اللي أنا مفروض أعملها عشان أشفى على علشان أعرف المفاتيح ديت محتاج أن أنا أقرأ في سفر الأمثال في الإصحاح الرابع أقرأ آيات فضل. بسرعة كده يقول الآيات الشهيرة الرب بيكلم ولاده يا ابني اصغ إلى كلامي أمل أذنك إلى أقوالي لا تبرح عن عينيك احفظها في وسط قلبك لأنها هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد جميلة قوي إنه كلمة الله هنا بنشوف أنها هي الدواء ده كلمة دواء ده معناه انه زي واحد كده رايح لصيدلي معاه البريسكريبشن كده ويصرف واخد الدواء مم. وبياخد الدواء. Yeah. الايه دي بتقول بالظبط كده انه زي زي ما الدواء مثلا بيقول الدكتور قال لي لازم اخدها ثلاث مرات مم. في اليوم اخدها قبل الاكل بعد الاكل بظروف معينه في مواصفات ازاي اخد الدواء. هي على فكره نفس الكلمه من رفيه يعني بتتكلم عن الرب شافي, شافي. هي نفس الكلمه بتعني الدواء والعلاج بالظبط يا <applause> و كلمه ربنا بتعلمنا من سفر الامثال والصح الرابع كده انه ايه الدواء انا عندي مرض والمرض هنا بيتكلم انه مش مثلا عشان حد يقول ده مرض لروحي او كده انه كلمه ربنا هتغفر لي خطيتي وكده ده بكل تاكيد ده الاساس وده مهم جدا لكن هنا كلمه واضحه ما اقدرش اهرب منها انه كلمه ربنا هي الدواء اللي اكله اخده وكانه زي ما مفعول كده الانتيبيوتيك يشتغل كده يشتغل 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 وخلاص اي ميكروبات يتم القضاء عليها وبنفس الطريقه كلمة ربنا لما يقول الكتاب هنا بقى بيقول لا تبرح من أمام عينيك اصغي ليها وكلمة اصغي كده معناه انتبه مش تقرا كده كانك بتقرا الجرايد أو مر الكرام لكن لأنه أنا بسيب نفسي بعرض نفسي لكلمة الله أكثر وأكثر أقعد غزة وهنا بيقول احفظها في وسط قلبك لا تبرح عن عينيك وزي ما احنا عارفين وحضرتك ممكن تشاركنا اكثر ازاي كان اليهود يحطوا عصائب ويحطوا على الجبهه وايديهم عشان الكلمه تبقى على طول قدامهم، كانه الشخص لازم يبقى على طول الكلمه قدامه، اقعد اردد في الكلمه انا الرب شفيك، يعني عزيزي المشاهد بطريقه عمليه بالبلدي كده اشجعك انك انت عندك بتواجه مرض معين في سمعت تقارير كده بيقول كده انه انت ستيج 3 مثلا في الكانسر ده والوضع بيزداد سوء وانه هيحاولوا كل حاجه لكن ماذا تعمل في دواء اسمه كلمه الله تقول لي اعمل ايه ما انا بقرا في الكتاب المقدس او كده اقول لك لا ركز معايا كده وفي امور عمليه امسك في وعود الشفاء طلع كده خليه كانه يبقى هومورك اطلع الايات في ايات كتيره اجمعها مع بعض كده وابتدي اردد الايات اخليها تدخل جوه قلبي واكررها 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 واقعد احفظها واتامل فيها وافكر فيها في الوقت ده وانا بصلي بيها وبكررها كده الروح القدس بيشتغل بيشتغل بيعمل ايه بيخلق جواه ايمان بي... بيرفع الايمان جواه ويجي وقت كده وانا بكرر التمسك بالوعود ديت الايمان ينفجر زي ما بطرس الرسول بيقول كده انه ان انا بمسك بالكلمه النبويه مم. لغاية لما ينفجر جوايا نور الصبح كده ينفجر جوا قلبك الإيمان باسم الرب يسوع مم. والنتيجة تشوف إيه إنه خلاص وصلت الإيمان إذا الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله يعني بسماع كلمة الرب بالظبط كلمة الله مهمة جداً مم. كلمة الله أفضل أتغذى بها أتغذى بها بس كلمة الله برضو بكرر بس لأهمية الموضوع مش كتكرار فارغ لكن لأنه في ناس كتير بتفتكر بس أن أنا أقرأ الإنجيل وخلاص لا ده أنا بقعد قدام الكلمة يعني يمكن الكلمه يعني حضرتك ذكرت زي زي ما كلمه الرب بتقول ان الايمان بالخبر والخبر بكلمه الله كتاب هنا علشان نكون مدققين ما بيقولش الايمان بكلمه الله لا حط حلقه وصل الايمان بالخبر والخبر ديت في ترجمات تيجي هيرينج يعني عزيزي المشاهد لازم مش انك تقرا الكلمه لكن انك تيجي في محضر الله وتسمع صوت الرب اللي صوته بيجي بيكلمك بالكلمه دي لان الكلمه دي ساعتها هي اللي هتعمل فيك الايمان مش كل كلام ربنا ما الشيطان في وقت من الاوقات استخدم كلمه الله مع مع الرب يسوع <applause> في فرق ان انا انه الخبر الخبر ده هي المفتاح في الموضوع انه كلمه الله تكون الكلمه اللي بسمعها من الله في الوقت المحدد دوت اللي بتخلق في ايمان واللي بيقال عنها الريمه الرب بيرسل كلمه نبويه ليا اسمعها بس بيبقى ليها التاثير الخاص يعني ممكن اسمع كلام كتير عن الشفاء وعود كتيره النطق الخاص آه. مصحوبه بقوه خاصه وفيها كده روح النبوه كانه كلمه بيبقى ليها سلطان مم. على حياتي مم. فانا لازم اتعرض اقف قدام الرب لغايه لما الكلمه دي تيجي الكلمه دي تخلق جوايا الايمان دوت أمين. فبنشوف في سفر الامثال انه كلمه الله اللي بتخلق فيه ايمان هي دواء للجسد فاذا المفتاح الاول هو كلمه الله انه نلهج نردد نتمسك نعلن بشكل نبوي وعود الله على حياتنا في موضوع الشفاء بالضبط مفتاح تاني اساسي وفي الواقع انا شفنا في الكنيسه زي بريك ثرو من خلاله في وقت من الاوقات كده يمكن في وقت قليل شفنا حالات شفاء كتيره بسبب المفتاح الثاني دوت لما نور قدام المؤمنين الحته دي المفتاح ده لو نقراه من انجيل مرقس والايه الشهيره مرقس واصح 11 ويقول كده في عدد 23 الايه الشهيره كلنا يمكن كل المشاهدين عارفينها الرب يسوع بيقول لان الحق اقول لكم أن من قال من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقول يكون فمهما قال يكون له المفتاح الثاني هنا بيتلخص في كلمة أن الرب يسوع بيعلمنا أن كلم الجبل أكلم الجبل بس أنا عايز ندركها كده لأنه الجبل ده هل ده شخص عاقل عنده مخ وبيفهم كده ده جبل حاجه مصمتة جماد لكن الرب بيقول كلم الجبل حاجه بالعقل الطبيعي او عند البشر كده مش منطقي يعني اكلم الجبل إيه لو انا اكلم مثلا جبل ده معناه انه على طول على مستشفى المجانين ده مسكين وحالته صعبه جدا لكن الرب بيعلمنا نعمل حاجه زي كده والتعليم ده مش في الايه دي فقط لا ده احنا نقرا من ال... من الكتاب المقدس من البدايات للنهايه انه ازاي بنشوف انه فكره ان انا اكلم الجبل دوت اكلم امور ده حاجه كتابيه الكتاب <applause> المقدس بيقول اتفضل انا اسف انه السياق الحديث في موضوع مرقص 11 في السياق نفسه انه يسوع كلم تينا تينا وكما يقال لعن التين يعني كلمها ويبست من من جذورها بالضبط وكان بالنسبه بالنسبه للتلاميذ كان درس اساسي جدا مم. لانهم استغربوا وشافوا وتاني يوم قالوا له بص ده التينه اللي انت لعنتها يبست مم. وبنشوف الكتاب المقدس ازاي انه مثلا انه حد يكلم حاجه زي الجبل ديت ده ده كان بيحصل كتاب بيقول في سفر زكريا من انت ايها الجبل؟ واحد بيكلم الجبل، من انت ايها الجبل العظيم؟ وعزيزي المشاهد اشجعك انك تقدر تقول: من انت ايها الكانسر العظيم؟ مهما كنت عظيم وتقارير الدكاتره امام الرب تصير سهل تختفي باسم الرب يسوع الاورام تختفي، ايه يعني؟ الجبل يصير سهل الكتاب بيتكلمنا عن يشوع انه قال ايه؟ يا شمس دومي دومي، بيكلم الشمس، ما بيقولش للرب يا رب من فضلك خلي الشمس تدوم يا رب كده ومن فضلك كده طول النهار وكده، لا في وقت الرب بيك بيكلم موسى لما الشعب كان بيصرخ كده والبحر قدامه، مالك تصرخ الي؟ ده مش وقت انك تكلمني. عزيزي المشاهد كتير قوي وقتنا بيروح اننا بنكلم الرب، بنكلم الرب. في فرق انك تكلم الرب عن المشكله وفي فرق كبير لما تكلم المشكله عن الرب اللي انت بتتبعه كلم المشكله كلم المشكله، يكلمون الاعداء في الابواب، مم. الرب عايزنا اننا نكلم المرض. مم. حاجه يمكن انا ما عليها، بس شفنا وده مش مش نظريات، احنا شفنا كده فعلا في وسطينا، اول لما ناس كتيرة ابتدت تتكلم بقينا نشوف شفاءات غير عاديه، يعني بطريقه بالبلدي وبطريقه كلم الصداع، يا صداع انت مالكش سلطان لان الرب شفى وهذا الجسد, الجسد ملك للرب. آمرك باسم الرب يسوع انك تخرج من جسدي. يا إيه سكر باسم الرب يسوع انا بامرك انك انت تخرج من جسدي بأكلم الجسد لو في مثلا في عضو مثلا متألم باسم الرب يسوع يا عمود يا فقري انا بأمرك الان انك انت تصير صحيحا باسم الرب يسوع اذا كان جاهز او مستعد لاستقبال الشفاء الرب يسوع تكلم مع مريض بركه بيت حزده وساله اتريد أن تبرأ الجواب الطبيعي لازم يكون نعم أريد لأنه 38 سنة في بيت حزدة مريض فالرب كان لازم يحط في داخله حاسة استقبال يعني كثير مرات إحنا بنصلي مع الناس يمكن نوضع الأيدي أو نتكلم من غير بعد ما الشخص أنه بعده مش ما عندهش القدرة أنه يستقبل حاسة الشفاء من مصدر الشفاء اللي هو الرب فلما نتكلم مع المرض أو نتكلم مع الظرف الصعب أو كذا ففعلا مهم جدا اللي هي كلمة الله بتفعل بتشغل هذا الإيمان أنه يستقبل الشفاء حتى إيش يكون عنده مش مجرد كلام يدار بالهواء فعلا في تفعيل هذا الإيمان في قلب الإنسان حتى يستقبل هذا الشفاء بالضبط و... يعني وموضوع ان الشخص يتكلم دوت عمليا بتبقى صعبه بس بش كتير قوي بشوف ان النتيجه كانه الرب بينقل الشخص علشان يشوف العالم الروحي لانه جذور المرض ده في حاجه لازم تخاطبها لازم مم. تتكلم الجبل نشوف ازاي الرب يسوع حتى نفسه قال للبحر اسكت ابكم بيكلم يعني ده مبدا روحي حتى مش بس على المرض انا اقدر اطبق هذه المبدا كمان على امور مشاكل معينه ان انا اكلم المرض تقدر تقول للمرض تقدر تكلم اعضاء الجسد علشان تشوف نتائج حقيقيه هل في بروسيس معين اخ جرجس من خلال خبرتك كراعي كنيسه انه مرات كتير يعني حتى لما بدك تصلي للناس في موضوع الشفاء يمكن بيكون عنده مرض نفسي بيكون عنده كآبة بيكون عنده إحباط بيكون عنده إحساس بالفشل بيكون عنده مش حتى مش قادر يصلي كانوا بيستنى واحد اه صلي لي بتعرف تسمع اللغوة دائما من فضلك صلي لي كانوا بيرمي الحمل على شخص تاني لكن اللي بفهمه من كلامك انه الشخص لازم يقوم في دور معين حتى يستقبل هذا الشفاء بيساعد بي يعني ممكن الله لأن الله كل القدره ويعني هي السوفرن هو ليه مطلق السيادة, السياده وكل السلطان فممكن الرب أنا شفنا حاجات يعني شفنا حالات انه شخص ولا كان على باله كان حاضر اجتماع ومش في مخه خالص الشفاء والرب زاره بطريقه فممكن حاجات تحصل آه لكن بكل تاكيد انا لما اقوم بدوري وامشي واتمسك بخبز البنين طبعا ده بي 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 الامور بتختلف بيبقى اكيد مش هنتظر كده زي القصه اللي حضرتك شاركتنا كده انه ملاك يجي علشان يحرك الميه او كده لا ده انا ماشي في طريق الشفاء اللي هو طريق حتما سياتي وارى مجد الرب قبل ما ناخد كمان فاصل اخ جرجس يعني بالنسبه للمفاتيح ايه الرساله اللي عاوزه توصلها للشخص اللي بيسمعنا إيه عايز أكد موضوع كلمة الله النبوية الكلمة اللي بسمعها إيه من الرب ده أوائل لكل الجسد عايز أكد أنك كلم حتى لو بالنسبة لك أنت كأنه حاسس أنك بتعمل حاجة زي المجانين أو كده بس أشجعك أعمل كلمة الله قوله يا رب أنا مش عارف لكن مفتاح تاني بسرعة أحب أقولها إيه موضوع الفرح ودي مشكلة عندنا كعرب أنه عندنا إحنا بسبب خلفياتنا وأمور مختلفة الفرح ان انا دايما حزين احنا كتير عبادتنا تميل الى الحزن وكده لكن الكتاب المقدس بيتكلم في سفر الامثال ان القلب الفرحان يطيب الجسد مفتاح اساسي انه الافرح بالرب تستقون مياه بفرح من ينابيع الخلاص الطريقه او الشانل القناة. القناه اللي الرب عايز يدينا من خلالها دائما الفرح م. كل ما الشخص يبقى فرحان يستقبل بسهوله من الرب الشخص الحزين يقول الكتاب انه الغالب المنصحة كده بيجفف العظام نعم. يعني بياتي ودي حاجه كلمه الله يعني ده اتقالت في سفر الامثال من من سنين طويله لكن علميا دلوقتي بتثبت انه انه 80 في بعض الاحصائيات بتقول انه 80% من الامراض الجسديه 80% أي اساسها سايكوزومتري حاجه متعلقه بامور نفسيه في في, امور ضغوط نفسيه في نفسيه الانسان بتجيب امراض كثيره ازاي فمهم جدا اقول له رب املاني بالفرح الفرح الفرح والرب يسوع قال اطلبوا لكي يكون فرحكم كاملا رح نرجع بعد هذا الفاصل اخ جرجس لكن مره ثانيه بحب اعطيك فرصه اذا عندك اي سؤال او اي استفسار هذه حلقة مسجلة طبعا لكن يمكنك أن تتواصل معنا عن طريق الهواتف. في أشخاص رح يكونوا معك، ربي يباركك. أرجع بعد هذا الفاصل. أهلاً أعزائي المشاهدين إحنا بنتكلم عن موضوع الشفاء لك معي الأخ جرجس حليم راعي كنيسة أنهار الحياة في تورونتو، كندا. أهلاً وسهلاً أخ جرجس إحنا تكلمنا عن مفاتيح هل في معطلات؟ شو اللي بعطل إنه آخذ الشفاء؟ لما كل المعطلات طبعاً عشان ما 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 يكونش في اي حاجه في حياتنا كده تقف قدام مشيئه الرب انها تتم لان مم. ممكن يبقى مشيئه الرب تتم لكن في حاجه معطله يعني كانه عشان برضو نفهم اكتر زي الايه مثلا اللي في سفر ملاخي الاصحاح الرابع كتاب بيقول انه لكم ايها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في اجنحتها مم. فكأنه رب شمس البر مم. والشفاء في اجنحتها ففي اشعه الشفاء الشمس عايزه انها تشع على الارض على النفوس مم. لكن ايه اللي ممكن يحصل انه ممكن في اوقات تيجي غيمه سودة مم. ويتعطل ان الاشعه اللي من الشمس مم. تصل الى الارض مم. هل لما الاشعه ما تصلش للارض ده معناه ان الشمس مثلا مش موجوده او الرب غير رايه مم. لا ده ما غيرش حقيقه لكن بكل تاكيد الشمس موجوده الشفاء موجود لك ممكن سحب سوداء فعايز اتحدث بسرعه كده عن بعض السحب السوداء اللي بتقف كتير في حياه ناس حياه مؤمنين <ممم>. بصفه خاصه ايه اول حاجه ويمكن ده اقدر اقول يمكن 75% من المشكله عند ناس كتيره عدم المعرفه الكتاب بيقول انه السوبيا شعبي لعدم المعرفه ولما بتكلم عن المعرفه لا اتحدث عن انه الناس تعرف انه ربنا بيشفي ولا ما بيشفيش انا اتوقع انه معظم ان ما كانش كل المشاهدين عارفين ان الرب بيشفي وما زال بيشفي وفي اختبارات وبنسمع كل حاجه لكن في فرق انك أ... ان انا اعرف انه الشفاء ليا وزي ما تحدثنا في الجزء الاول في الحلقه انه مشيئه الرب ان انا لازم اوصل لنقطه واحسم هذا الاساس مره وللابد انه مشيئه الرب بكل تاكيد 100% 100% هو شفائك مم. لو انت ما, ما, عندكش المعرفه ديت ده معطل ليه لان الكتاب بيقول في رساله يعقوب كده انه اي شخص بيشك ده يا. لا يظن ذلك الانسان انه ينال شيء لو انا ساعات بفكر انه اه الرب اتشجعت في اجتماع لا اكيد الرب عايز يشفيني في وقت تاني ما يمكن مم. الرب مش عايز يشفيني حياه التلألؤ ده والتذبذب ديت تقلقل اه اتقلق كده النتيجه انه مم. لا اظن اني انال شيء لازم اوصل لنقطه واحسمها انه اعرف ان الرب عايز يشفيني وهذا من حقه بكل <تصفيق> تأكيد <تصفيق> زي ما اتفقنا ما <applause> نقطة تانية اساسية الكتاب المقدس بيعلمنا الرب يسوع قال كده انه ازاي انه تصلي ويبقى عندك ايمان لكن قال بعد كده انه لما تقف وتصلي كان عندك جواك جوا قلبك شيء تجاه اي شخص لازم تغفر الغفران مفتاح اساسي جدا 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 يا مناس وفي حياتنا العمليه فعلا بشوف ناس اتذكر حاله مثلا جت عمري ما هنسى لانه الرب كان نور جوايا الموضوع دي واحده اخت كانت في وقت من الاوقات في سنه من السنين جت كده وقالت لي انا عندي مرض كده شاكين في القلب صغيره في السن في الاربعينات عندي القلب وعندي السكر والضغط وعندي مشاكل وشاكين انه عندي سرطان قالت لي لسه كده شعري كان حيقف ان كل ده انا عمري ما شفت حد زي كده فابتديت نصلي يعني نصلي مع بعض كده وعشان نشوف ايه ال يعني الرب بيقود في الصلاه دايما وكده وفي وقت كده حسيت انه الغفران عدم الغفران عندها كانه فاتح باب لكانه اهلا بنرحب بكل الامراض اي مره تحب يدخل ويلكم وفعلا ابتديت وقفت الصلاه وحكيت معاها على موضوع الغفران وكده وابتدت تصرخ فيا تقول لي انت مش عارف عملوا فيا ايه انت لو تعرف عمرك ما هتقول الكلام ده وساعتها قلت لها علشان تشوفي شفاء الرب عشان نقدر نصلي لازم تغفري من كل قلبك قعدت تزعق فيا وسابتني ومشيت بعديها فتره رجعت وبتضاع كده وقلت لها نصلي علشان الغفران او كده وساكته كده وهي مكسوره لانها اتعرضت لامور صعبه جدا حاجه متعلقه باختصاب ويعني و... امور صعبه ان انا اذكرها. أس... لكن ابتدينا نصلي والرب قبل ما يمد ايديه بالشفاء شفنا شفنا ازاي شفن كان بيشفي اعماقها الغفران ابتدت تخرج الشفاء بالظبط وكان ايه النتيجه؟ مم. إن ابتدت تشوف التقارير كلها ابتدت يحصل فيها تحول. مم. الغفران اساسي جدا لا. لو عزيز المشاهد لو انت جواك حاجه تجاه والدك لغايه دلوقتي بسبب المعامله اللي كان بيعاملك بيها الكتاب بيقول كده لكي يكون لك خير علشان نكون نكرم ابانا وامنا عشان يكون لنا خير فمهم جدا الغفران تغفر لاي شخص اساء اليك لاهل جوزك مهم جدا انك تغفر لهم علشان ده بيعطل تفضلي لو هتصلي للصبح وده جواك مفيش نتيجه في طبعا معطلات تانية حاجة تعرضنا لها قبل كده بس حادي عليها بسرعة عشان نحط النقط دي بما أنها حلقة تعليمية يعني مم. الإحساس بالذنب وده بفكر المشاهد بالجزء اللي كنا بنتكلم فيه مم. للأبرص مم. اي شخص حاسس بالذنب ان الرب بيعاقبه ان اللي هو فيه دوت بسبب, بسبب 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 لو تسيب الامور دي تفضل جواك انت بتخنق فرص الايمان بالشفاء لازم تيجي قبل الشفاء لازم الشخص يتمتع بالتبرير يتمتع بالغفران يتمتع بالثقه ان الرب غفر لي كل خطاياي كل خطاياي نقطه تانية كده بعدي عليها بسرعه انه بكل تاكيد لو انا استمر في حياه الخطيه ازاي هقدر ازاي ان انا اطلب الشفاء وانا وده مش معناه ان انا لو وقعت امبارح في الخطيه فانا مش من حق ان اصلي لكن انا اتحدث عن الاستمرار مش بتحدث عن الخطيه FIFA. الاستمرار حياه الاستباحه شخص انه يجي ياما المؤمنين والكتاب بيقول اننا في الازمنه الاخيره ديت زي كنيسه اللوديكيه انه كنيسه كده زي ما رساله تيموثاوس الثانيه بتتحدث عن في الازمنه الاخيره الناس بتحب لذاتها الخطيه منتشره يتكلموا كلام ربنا كتير لكن ما فيش مم. القوه اللي بتشهد لهم صوره التقوى ولكن, ولكن منكرون قوتها ماذا ما بيختبروش فناس كتير للاسف اقنزار للاسف اتعودوا يسمعوا الساتلايت يسمعوا ممكن قبل ما حضرتك تقول ايه يكررها بقابلك إيه خلاص سميع بنشاهد كتير بنحضر اجتماعات كنيسه على طول لكن من جوه في خطايا انا سايبها في حاجه انا جوايا شيء تجاه شخص امور في فلوس غير نقيه بكل تاكيد لا عجب كتاب بيقول كده انه بسبب اخطاء في رساله كورنثوس كده انه عشان كده في وسطيكم مرضى ضعفاء وكثيرون يرقدون ان رعيت إثما في قلبك لا يستمع لا يا رب يعني. فده لازم نقطه نقي طاهر بالظبط يعني. إيه نقطه مهمه جدا وبرضو ارجع بطريقه عمليه في حياتنا احنا العرب الكتاب بيعلمني انه جسدي ده احنا بنتكلم عن الجسد م. والجسد ده الشفاء فشفاء الجسد دوت ده, ده معناه متعلق بالجسد ده لازم افهم فكره الله عن الجسد م. كلمه ربنا بتقول انه الستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم يعني الجسد بتاعي ده هيكل للروح القدس هل تعتني بجسد بجسدك هل تعتني بهيكل الله يعني لو انا باكل حاجات كتير ايه بلخبط في الاكل وبتاع واقول يا عمي كله وبتاع يعني بتاع واكل وادوس والسمن البلدي والناس اللي بتحب الباتشا كتير وكل انواع الاكل كده حتى الكحول او المخدرات التدخين أو التدخين كل الحاجات زي يعني. كده اي حاجه انا بتعامل مع جسدي وانا باهمل ده اه ان لو انت بتفسد جسدك وكمان طبعا حاجات زي الخطايا الجنسيه لان كل الخطايا موضوع لكن الخطايا الجنسيه دي حاجه مرتبطه بالجسد فسيفسدها الله الكتاب بيقول كده فالجسد لازم تعتني بالجسد دوت اخ جرجس انا يعني عارف ان الموضوع كتير مهم بس الوقت مش مش من مصلحتنا يمكن في قدامنا يمكن دقيقتين ثلاثه لو عاوز تلخص بالخات بالختام الفكره اللي عاوز وصلها وبعدين رح اطلب منك تصلي لانه كثير من المشاهدين بيتواصلوا معنا بيبعتولنا لنا طلبات عندهم امراض عندهم ظروف ماديه في لعنات في في عدم بركه في البيت تمرد الاولاد اذا ممكن كمان تقودنا في كلمه صلاه لكن بالاول اذا ممكن تحطوا يعني كل الموضوع في الرساله اللي عاوزه توصلها. عزيزي المشاهد عايز اقول لك ان الرب بيحبك قوي 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 جدا 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 وعايز يشفيك قول نعم يا رب انت عايز تشفيني ونقطه اساسيه كده كلم المرض بسلطان اسم الرب يسوع كلم المرض بسلطان اسم الرب يسوع نقطه ثالثه مهمه جدا لا تتاثر بامور باختبارات اللي حواليك باختبارات فشل سواء في حياتك او حواليك هو ده الايمان انه لا كالصوان جاء على جباهنا علمت أني لن أخزى لن أخذ منتظر الرب لا يجددون قوه يرفعون أجنحة النسور استمر امن استمر تمسك حتى لو بقالك سنين طويله استمر صلي وامن يا رب انت هتشفيني بكل تاكيد بكل تاكيد عايز اصلي معاك النهارده كده والاخ نزار كده هيصلي معانا كمان وباسم الرب يسوع الكتاب بيقول اذا اتفق سنين على شيء أمين. يكون لهما هنتفق الان معاك لان انت غالي على قلب الرب ان الرب يمد ايديه أبونا السماوي بنشكرك من أجل حبك لنا ونشكرك لأنك أنت الطبيب الشافي لكل أمراضنا جايين واثقين في عمل الصليب الكامل أشكرك لأنك الرب يسوع حمل أوجاعنا وأخذ أسقامنا وإحنا لينا شفاء أكيد بسبب أن الشفاء لنا في الصليب عشان كده أنت حملت يا رب أوجاع وأسقام وأمراض كل مشاهد باسم الرب يسوع يا رب احنا بنعلم مشيئتك لتكن مشيئتك كما في السماء مشيئتك الشفاء كما في السماء تصير الان على واقع وعلى ارض كثيرين باسم الرب يسوع وبالسلطان اللي لينا اعطتنا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل مرض باسم الرب يسوع بندوس على الحياة وكل امراض في اسم الرب يسوع بننتهر قوة الكانسر بننتهر كل أمراض <applause> شيطانية باسم الرب يسوع وراءها أرواح شريرة الآن تغادر الأجساد وباسم الرب يسوع بنستقبل شفاء الرب العظيم باركي يا نفس الرب ولا تنسى كل حسناتي الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك نعم يا رب أنت تشفي كل أمراضي باسم الرب يسوع أمين 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 شكرا كثير أخ جرجس وأنا أتفق معك عاوز أشجعك اليوم أنك تعال للرب تعال بتواضع تعال بثقة أمام الرب تعال لتستقبل الشفاء وصلي قل له يا رب زيد إيماني وفعلا حط الطلبة اللي ذكرها الأسيس جرجس وحتى لو إيمانك ضعيف قل له يا رب أعن ضعف إيماني زيد إيماني حتى فعلا أصل للنقطة أنه أفهم إرادتك ومشيئتك وإعلاناتك إليها فأنا بضم صوتي مع الأخ جرجس في اسم الرب يسوع بسمع. كل مشاهد كل شخص يشاهدنا عندك مرض عندك ضعف سواء سرطان أمراض القلب المعده، الضغط العالي، السكري، المفاصل، اوجاع الظهر، الصداع كل الامراض الداخليه الباطنيه، الامراض الجلديه الخارجيه، عندك مشاكل عائليه مع الاولاد في الاسره، مشاكل ماديه في اسم الرب يسوع شفاء كامل، تحرير كامل بقوه عمل دم الرب يسوع على الصليب اللي فعلا مكتوب عنه الذي بجلدته شفيتم وتذكر انه يسوع ما تغير هو هو امس واليوم والى الابد وهو حاضر معك ارفع عينيك ارفع قلبك وقول له يا رب اشفيني